البصرة مدينة مهمة وحاضرة تاريخية وثقافية واقتصادية مهمة لهذا البلد. سأتواصل مع أهلي في البصرة من موقعي كرئيس جمهورية العراق، وسأكون مدافعا حقيقيا عن مصالحهم وحقوقهم في التمتع بخيرات بلدهم والتمتع بالخدمات المطلوبة التي يجب أن تقدم من حكومة راعية لمصالح هذا البلد. تكلمنا بتفاصيل ميدانية عن الإجراءات المطلوبة لحل المشاكل الآنية المتعلقة بالمياه، مياه الشرب، لكن أيضا تحدثنا بما هو مطلوب لتفعيل قانون البصرة العاصمة الاقتصادية للعراق. هذا القانون مهم ليس فقط للبصرة وإنما للعراق ككل، بل وللمنطقة أيضا. فالبصرة هي رافعة للاقتصاد العراقي ولازدهار والحياة الحرة الكريمة لكل العراقيين.